مرحبا بكم في قناة أنيس. اليوم هنستعمل القماش الستاندا عشان أعمل سكيرت نصف دائرة من أجمل السكيرتات والرائعة ومريحة جدا وسهلة في الخياطة شديد شديد شديد. يلا نبدأ. أول حاجة هنعملها إننا هنطوي القماش النص، عايزينها تكون طبقتين مطوية بالجنب زي الشكل ده. بعدين هنستخدم كالكوليتر موجود أونلاين، هتلقوا اللينك في صندوق الوصف عشان نحسب الدوائر حقتنا. هنحتاج أول حاجة نختار نصف دائرة، بعدين ندخل المحيط الخصر بتاعنا وطول السكيرت اللي احنا عايزينه. أنا كنت عايزاها طويل، اخترتها 95 سنتيمتر. طوال على الناحية التانية هيظهر لنا مقاسات الدوائر حقتنا، اللي هي الدائرة الفوق 30 سنتيمتر والدائرة تحت 125. طولها بتفصل على القماش المطوي بتاعي زي ما شايفين. هبدأ من الناحية القريبة وهختار، هحسب 30 سنتيمتر وأعمل نقطة، ومن نقطة النص دي هتكون دي محور الدائرة أو هي مركز الدائرة. كل ما أنا مثبتة على المركز وبحرك الشريط 30 سنتيمتر 30 سنتيمتر وهكذا لحد ما أصل الطرف الثاني، عشان يتكون عندي نصف دائرة زي ما شايفين. بعدين هوصل النقاط دي كلها ببعض. وبعدها نبدأ نعمل الدائرة الثانية أو الدائرة الكبيرة اللي هي محيط السكرت كله اللي طلعت لي 125 سنتيمتر. هوصل من مركز الدائرة نفسه لحد 125 سنتيمتر بالشريط، وهعمل نفس الفكرة لحد على آخر القماش اللي هي دي الدائرة الكبيرة شديد. هيظهر لي الشكل بالطريقة دي زي ما شايفين. هتشوف هسه شايفين دائرتين أو نصف دائرتين، هقصهم وجاهزين عشان نبدأ نخيط. هخيط هي جهة واحدة المفتوحة، فهخلي 10 سنتيمتر للشاشة تقريبا وأبدأ أخيط طوال. الأطراف دي أصلا دي نهاية القماش الستايل بيجيز، فما أحتاج أقفلها بزيكزاك ولا أي حاجة، هأخليها زي ما هي كده. بعدين هعمل حزام، شريط للحزام عرضه 14 سنتيمتر، لأن أنا عايز الحزام حقي 6 سنتيمتر، فستة زائد ستة وهضيف 2 سنتيمتر للخياطة 14 سنتيمتر. وهأخيط الحزام مع الخصر بتاع السكيرت، بس هثبت بالدبابيس عشان ما يتحرك مني، هثبته على طول السكيرت بالدبابيس. هخيط عادي وأشيل الدبابيس وأنا بخيط، ده بيضمن لي إن القماش ما هيتحرك يمين وشمال ويبوظ مني، لأن الستان شوية بيتزحلق صعب في الخياطة. ودي شكلها بعد ما طلعت من بعد ما خلصت خياطة. هأكويها وأثبت 1 سنتيمتر اللي جوا، وتاني هأطويها مرة تانية عشان يبقى شكل الحزام النهائي بالشكل ده شايفين. تمام كده جاهزين عشان نركب الشستة. أول حاجة هثبتها طبعا زي كل حاجة، هثبتها بالدبابيس عشان أقدر أخيطها تمام. وبعدين في الحتة الفوق القصاد الحزام دي هأخيطها وهأقلب الحزام بالعكس عشان تطلع مظبوطة، الحزام بالقفل وبالمرة السوستة تطلع بالجنب. شوفوا الطريقة اللي أنا عملتها في الصورة، هثبت دي كده، هأطوي من فوق وأثبتها بالدبابيس، وهتشوفوا هسه لما أخيطها هتطلع عاملة كيف.
ممكن تخيط السوستة أول بعدين تطول الحزام وتطلع برضو ظابطة. أنا عملت النص التاني بالطريقة التانية، وهنا هنخيط. شكلها بعد ما خيطناها شايفين الحزام مقفول، الشستة بس الظاهرة من هنا، كله تمام مظبط، ما في أي رؤية ظاهرة من الحتات دي، ده المطلوب بالظبط. هعمل التانية وبعدين أوريكم. هنا هأخيطها كده، كل الحتات اتقفلت. ودي السوستة بعد خلصناها الناحيتين، ممتازة جدا. أول مرة أعرف أظبط السوستة بالطريقة دي، ما ظهر نهائيا من تحت، من فوق شوية يعني، بس مهم. هنا بعمل في الحزام، هأخيطه باليد من جوا بحيث إنه الخياطة ما تظهر من الجهة التانية. ممكن تخيطه بالمكنة بس أنا ما حبيت أظهر الخياطة من الناحية اللي قدام. هي تايم كونسيومينج بس النتيجة مرضية. شايفين هنا في ولا أي خياطة ظاهرة ولا أي حاجة. شكلها من جوا عامل كده، لكن من برا ما في أي حاجة ظاهرة خالص خالص خالص، ما في أي أثر بتاعت خياطة أو خيوط أو أي حاجة. كده خلاص شبه انتهينا من السكيرت. كل المطلوب حاليا إننا هنعلقه لحد تاني يوم عشان يثبت على الشكل ده. وتاني يوم عملت الهم أو الكفة اللي هي بس طويت مرتين وخيطتها عادي زي ما شايف على طول. دي أكتر حاجة time consuming واخدت مني زمن، لأن الهم طويل شديد. بس اتعملت. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك، اشتركوا في القناة، وهرون رأيكم في التعليقات تحت. دي شكل الهم بعد ما انتهيت منها، ما طلعت كلها perfect في حتات زي دي، بس مع المكوة دي بتتصلح برضو، فما مشكلة. ده الشكل النهائي. شكرا على وقتكم، باي.